بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 72. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد إخواننا من اليمن ورمز إلى اسمه بالحروف عين عين. أخونا عرضنا له أكثر من سؤال في حلقة مضت وبقي له في هذا اللقاء هذا السؤال. يقول: هل لا بد من التقيد بالعدد في التسبيح بعد الصلاة دون زيادة أو نقصان، وأيضا في أذكار الصباح والمساء، وهل لها وقت محدد؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله جل وعلا أمر بذكره والإكثار من ذلك، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا. قال سبحانه وتعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وما قبلها من الصفات المذكورة في الآية الكريمة. الذكر على قسمين: قسم مطلق يذكر الإنسان ربه في جميع الأحوال، ما عدا الأحوال المنهي عن الذكر فيها حالة قضاء الحاجة ونحوها، وما عدا ذلك فإن المسلم يذكر الله في جميع أحواله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام. هذا ذكر مطلق. وهناك ذكر مقيد بأوقات يستحب الإتيان به فيها، مثل التسبيحات 33، والتكبيرات 33، والتحميدات 33، وختام 100 بلا إله إلا الله لا ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذا بعد كل صلاة مفروضة. فإن أتى به حصل على الأجر، وإن تركه فلا إثم عليه لأنه مستحب، وإن زاد عليه فلا مانع، لكن إذا نقص منه فإنه ينقص أجره ولا يكون عاملا بالسنة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته هذا العدد، فإذا نقص منه لم يأثم، لكن لا يكون له أجر من أتى بالذكر الكامل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة الأردنية الهاشمية جمع من الإخوة، ينوب عنهم المستمع وائل خليل. هذا المستمع يقول: أنا شاب مبلغ من العمر 22 عاما، ومشكلتي بدأت عندما أردت الارتباط بابنة خالي ابنة عمتي أيضا، ولكن قبل أن نقدم على أي خطوة فوجئنا بالأمر التالي، وهو أنني أنا وأخوها أخواني من الرضاعة من جدتنا أم أبي وأم أمي، مع العلم أن عدد الرضعات لم يتجاوز 5 رضعات وكنا غير مشبعات. هل هذا الأمر يؤدي إلى عدم ارتباطنا أم ماذا؟ نرجوكم ساعدونا لأنني في حيرة من أمري، جزاكم الله خير. إذا كانت هي لم ترضع من جدتك وأنت لم ترضع أيضا من جدتها فلا مانع، ورضاع أخيها لا يؤثر على زواجك منها، لأن حكمه يختص به ويقتصر عليه على المرتضع فقط. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أبو محمد من جمهورية مصر العربية يسأل ويقول: لي مال في إحدى الجهات الاعتبارية، وهي تدفع لي مبلغا كربح عليه بعد فترة وأخرى، وأطعم أولادي وزوجتي من هذا المال، هل يجوز أو لا؟ هذا يتوقف على معرفة نوعية تعامل هذه الجهة، فإذا كان تعاملا مباحا فما تأخذه حلال، وأما إذا كان تعامل هذه الجهة محرما، التعامل بالربا والاستثمار الربوي أو بيع المواد المحرمة، أو بعبارة أشمل، إذا كان كسب هذه الجهة يدخله شيء من الحرام أو كله حرام، فهذا المال الذي يعطونك حرام، ويجب عليك سحب
رأس مالك واستثماره في جهة نظيفة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. متى تجب الزكاة في المال وما مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة؟ تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول، والمقدار هو بلوغ النصاب وهو 200 درهم بالدرهم النبوي أو 140 مثقالا، يعني 200 درهم النبوي تعادل 140 مثقالا. وأما العملات المتداولة الآن فهذه تختلف. يسأل عن ما يساويه النصاب الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، ما يساويه في كل عملة وتخرج الزكاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان لدى الشخص 100 جنيه مثلا بالعملة المصرية مثلا شيخ صالح، كم تكون زكاتها؟ ما أدري عن سعر معادلة 100 جنيه ل140 مثقال من الفضة، هذا يرجع إلى سعر الفضة في كل عملة بحسبها. إذا كان الريال يساوي جنيه أو يزيد الجنيه عن الريال شيئا قليلا شيخ صالح، الريال النبوي، الريال السعودي، الريال السعودي نصاب الريال السعودي من الفضة 56 ريال. 56 ريال من الفضة ريال السعودي، هذا هو النصاب. فينظر ما يعادل هذا النصاب من النقود المستعملة والنقود الورقية. فإذا بلغ ما عند الإنسان ما يعادل 56 ريال فضة سعودي وجبت عليه الزكاة. الذين يقولون أن ريال الورق المستعمل الآن نازل مكان ريال الفضة، هل هذا القول صحيح شيخ صالح؟ نعم، قال به بعض العلماء إن الريال النقد في كل وقت هو ما يعتبره السلطان، ولا يتوقف هذا على النقود النبوية، بل النقد في كل وقت ما يجري التعامل به، هذا على قول لبعض العلماء، لكن الجمهور على خلافه، وهو اعتبار النقود النبوية هي الأصل. يسأل هذا المستمع شيخ صالح جزاكم الله خيرا ويقول: أنا أعمل مؤذن في المسجد، وأثناء نظافة المسجد قد لا أكون على الوضوء، هل علي في ذلك شيء؟ ليس عليك في ذلك شيء، يجوز لمن عليه حدث وصار أن يبقى في المسجد وأن يشتغل وأن يجلس فيه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى المستمعات تقول المرسلة ألف من جعفر تسأل وتقول: هل صبغة الشعر المسماة باسم صبغة الميز تمنع وصول الماء للشعر عند الوضوء؟ جزاكم الله خيرا. ما كان يتجمد على الشعر ويغلفه ألا يصل إليه الماء فإنه لا يجوز، أما ما كان مجرد لون ولا يحول بين الشعر وبين الماء فإنه لا يمنع صحة الوضوء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القصيم الأسياح إحدى المستمعات تقول المرسلة من فاء لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: في صلاة العيد هذه السنة صلى الناس في المسجد، ولما دخلنا المسجد صلينا تحية المسجد والبعض لم يصلها، فهل تصلى تحية المسجد قبل صلاة العيد أم لا؟ جزاكم الله خيرا. المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمن نظر إلى دخول المسجد وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قال بتحية المسجد داخله لصلاة العيد يؤدي تحية المسجد لحق المسجد. والقول الثاني: نظروا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى العيد وصلىها ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، قالوا: لا يجوز التنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها، لأن هذا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد. فهم نظروا إلى هذا المعنى، والحاصل أن المسألة محل نظر واجتهاد، ولا ينكر على من صلى تحية المسجد في المسجد ما شاء الله، ولا ينكر على من جلس أيضا لأنه له حظ من النظر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان هناك مصلى خاصا بالعيد فحينئذ ما هو توجيهكم شيخ صالح؟ إذا كان المصلى للعيد خاصا بالعيد فلا يجوز للإنسان أن يصلي قبل العيد ولا بعده، بل إذا جاء فإنه يجلس. وهذا السنة فيه واضحة، لا معارض لها. جزاكم الله خيرا. أما إذا كانت صلاة العيد في مسجد، هنا يأتي الخلاف الذي ذكرنا. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول هذه المستمعين: أسأل عن أيام من رمضان منذ عدة سنوات لم أصمها، ولم أكن جاهلة بقضائها ولكن حياء من الناس، وفي هذه السنة قدرتها بثلاثة أيام وصمتها، ولكن لم أتصدق عنها لأني لم أكن أعلم، كيف أفعل فضيلة الشيخ؟ هل أعيدها أم أتصدق فقط؟
الصدقة جزاكم الله خيرا. تتصدقين فقط يعني تطعمي عن كل يوم مسكينا بمقدار كيلو ونصف عن كل يوم، والقضاء الذي قضيته صحيح إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما الحكم لو نسي المصلي ركعة وتذكرها عندما يجلس بالتشهد الأخير؟ هل يسجد بالسهو ويأتي بالركعة ويعود ويقرأ التشهد مرة ثانية أم كيف يتصرف؟ جزاكم الله خيرا. إذا نسي ركعة من الصلاة ولم يتذكرها إلا في التشهد الأخير فإنه يقوم ويأتي بتلك الركعة ثم يجلس للتشهد الأخير ويأتي به ويسجد سجدة السهو ثم يسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم قراءة دعاء الاستفتاح في النوافل؟ وما حكم الجهر بالقراءة في صلاة الظهر والعصر والمرأة لأن ذلك يسبب الترتيب للقرآن ويبعد الوساوس؟ الجهر في صلاة الظهر والعصر مخالف للسنة. السنة في صلاة النهار الإسرار، إلا ما ورد الدليل أنه يجهر به للإمام كصلاة الجمعة، صلاة العيدين، وصلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، هذا يجهر به لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما ما عدا ما ورد الدليل بالجهر به في النهار فإنه السنة الإسرار للرجال والنساء. وبقية السؤال؟ وبقية السؤال تقول لأن ذلك يسبب الترتيل للقرآن ويبعد الوساوس. هذا التعليل لا يبرر الجهر في النهار. نعم. مخالفة السنة. نعم. ودعاء الاستفتاح في النوافل؟ دعاء الاستفتاح مستحب في النوافل وفي الفرائض. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من نام عن صلاة الوتر واستيقظ مع أذان الفجر فمتى يصليها وكيف؟ صليها في الضحى وارتفعت الشمس، ما بين ارتفاع الشمس إلى توسط الشمس في كبد السماء قبيل الظهر، كل ذلك وقت لقضاء الوتر، لكن لا يقضيه وترا وإنما يقضيه شفعا. إذا كان يوتر بثلاث فيصلي أربع ركعات بسلامين، وإن كان يوتر بإحدى عشرة فيصلي اثنتي عشرة مثنى مثنى. أنا متخرج من الدراسة الآن وقد كنت من قبل أغش في الاختبارات، هل علي ذنب الآن مع أني نادم على ما حصل مني وأنصح كل من أرى أنه يحاول الغش؟ الغش حرام في الامتحانات وفي غيرها، قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ولأنه يغرر بالمسؤولين فيمنحون النجاح أو الشهادة على غير أساس صحيح، فهو كذب واحتيال، وعليك توبة إلى الله عز وجل والاستغفار. وإذا عدت السنة التي وقع فيها الغش وامتحنت فيها امتحانا صحيحا فهذا أبرأ للذمة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كانت ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في الليل في ليلة الجمعة فصلي أربع ركعات وتقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وياسين، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وبحاميم الدخان، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب وألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل، فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله واثني عليه إلى آخر الدعاء، فافعل ذلك ثلاث جمع أو خمسا أو سبعا فبإذن الله تحفظ القرآن. وسؤالي يا فضيلة الشيخ، هل تقرأ هذه السور بكاملها أن يقرأ قليلا منها، وهل هي تلاوة على ظهر قلب أو من المصحف؟ هذا الحديث لا أصل له، والعمل به يكون من البدعة، وحفظ القرآن يحصل بالجد والاجتهاد في تعلم القرآن وتلاوته وحفظه والنية الصالحة. ليس له صلاة خاصة، ليس لحفظ القرآن صلاة خاصة. لما روي عن علي رضي الله عنه في ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قال تعالى في سورة الصاد إنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، هل يجب علينا السجود عندما نقرأ هذه الآية؟ هذه الآية سجود شكر وليست سجود تلاوة، فلا يشرع لنا السجود فيها. جزاكم الله خيرا. ما حكم لبس العباءة ذات الكم الفرنسي والتي بدي بها كثير من الفتيات هذه الأيام؟ ما حكم لبسها مع لبس القفاز؟ العباءة المطلوب أن تستر المرأة وأن لا يكون فيها زينة، فإذا كانت هذه العباءة فيها زينة أو
نوع من التطريز فإنها لا تجوز للمرأة أن تخرج بها إلى الأسواق، لأنها تكون فتنة وتكون من التبرج المنهي عنه. المرأة عند الخروج تلبس عباءة ساترة ليس فيها زينة وضافية، أو تلبس جلبابا واسعا وهو الجلال الكبير أو الملاءة التي تقوم مقام العباءة ولا يكون فيها زينة. هذا هو المطلوب في ما تلبسه المرأة عند خروجها. ولا بأس بلبس الجوارب للرجلين للمرأة لأنه يسترها، لأن لبس الجوارب يستر رجليها، فهو شيء مستحسن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ربيع أحمد بن مخاشن بعث يسأل ويقول: قبل عدة سنوات طلب أحد الأقارب من الوالد يرحمه الله أن يحول عليه مبلغا من السعودية إلى اليمن، وفعلا حول عليه 70,000 شمل عن 35,000 ريال سعودي في ذلك الوقت. وبعد وفاة الوالد يرحمه الله طلب المبلغ أن يرسل إليه، والآن الريال السعودي يساوي 35 ريال يمني، أي 17 ضعف السعر السابق تقريبا. أرجو من فضيلتكم إفادتنا بحكم الشرع في هذا، جزاكم الله خيرا. الواجب عليكم أن تؤدوا المبلغ بما يساويه في الوقت الحاضر وقت التسديد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت من الزرقاء في الأردن وباعثها المستمع عبد الله أبو عمر. الأخ عبد الله يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يجوز هز الرأس أو الجسم عند الاستماع أو عند قراءة القرآن الكريم تعجبا من كلام الله عز وجل؟ هذا خلاف السنة، لأن السنة عند تلاوة القرآن السكينة والخشوع والإنصات لكلام الله جل وعلا. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والحركة أو هز الرأس أو هز الجسم هذا ليس من هدي السلف الصالح، بل ذكر بعضهم أنه من هدي النصارى عند تلاوة كتابهم، فيكون فيه تشبه بهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو توجيهكم لمن أصيب بسلس البول بعد قضاء الحاجة بنصف ساعة أو ما يقرب من ذلك؟ كيف يتصرف مثل هذا؟ جزاكم الله خيرا. سلس البول معناه أن البول ينزل دائما ولا ينقطع. هذا حكمه أنه عند الصلاة عندما يريد الصلاة يستنجي ويضع على الذكر شيئا يمنع تسرب البول، ثم يتوضأ ويصلي في الحال، ويعمل هذا مع كل صلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل مسح الرقبة من سنن الوضوء؟ وما رأيكم في من يتلفظ بالنية عند بداية الصلاة؟ كلاهما بدعة، مسح الرقبة والتلفظ بالنية عند أداء العبادة من وضوء أو غيره، لأن المفروض مسح الرأس والرقبة ليست من الرأس، ففي مسحها غلو وتجاوز للحد وبدعة. وكذلك التلفظ بالنية هذا بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: نويت أن أتوضأ، نويت أن أصلي، نويت أن أطوف. لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. قد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الله جل وعلا يعلم النية في القلب، فلا يحتاج إلى أن يتلفظ بها الإنسان. قال الله تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الله كل شيء عليم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الاستغفار عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كالاستغفار عند حياته ومقابلته عليه أفضل الصلاة والسلام؟ المشروع عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للقادم من السفر أن يسلم عليه فقط، وأن يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. هذا هو المشروع كالسلام على الحي. وإن زاد فقال: أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عن أمتك خير ما يجزي نبيا عن أمته. فلا بأس بذلك، لأن هذا من صفاته صلى الله عليه وسلم. أما الاستغفار والدعاء فلا يجوز عند القبر، وإنما يكون الاستغفار والدعاء في المسجد النبوي لا عند القبر. فإذا أراد أن يدعو أو يستغفر فلينصرف ويجلس في مكان من المسجد أو يصلي نافلة أو فريضة ثم يستغفر ويدعو بعدها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاءنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام
الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا.